بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن ناصر، منورنا النهارده. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل الساده ضيوفك الكرام، الكابتن شريف، كابتن علاء ميهوب، الكابتن اسامه عرابي، وكابتن عادل عبد المنعم. كابتن ناصر، قبل ما نبدا في الحالات، عايز من حضرتك تعليق سريع على موضوع طرحه الكابتن سيد النهارده، وقال ان ازاي من ضمن 7 مباريات النادي الاهلي انت بتجيب لي 2 دوليين بس، وفي نفس الوقت بعض المباريات اللي بتتلعب في دوري الدرجه الاولى به بنلاقي احسن حكام دوليين موجودين في مصر بيحكموا هم المشاهد دي. تمام، حضرتك بتقصد التوزيع المباريات او تعيينات المباريات بالنسبه للنادي الاهلي. كابتن ايمن، انت عارف ان عندنا 7 حكام دوليين، تمام، هم 7 دوليين والباقي كله بيبقى حكام درجه اولى. النهارده 7 دول متقسمين، في تقريبا 2 مسافرين خارج مصر سافروا من يومين، وبعدين عندك 5 دوليين اللي هم موجودين حاليا في القائمه الدوليه، والباقي اللي هم الحكام زي محمد الصباحي وزي طارق مجدي وزي الناس دي كلها. فبالتالي انت كمان في عندنا كابتن علاء في مشكله في البدايه. هي المشكله كانت ايه؟ المشكله لما جينا عملنا تقنيه الفار كابتن علاء، كان عندنا العدد المحدود اللي هم الاون فيلد، اللي هم اللي بيلعبوا في الملعب، اللي هم خدوا رخصه الفار. مين هم دول؟ تقريبا هم 20 حكم على مستوى حكام الدرجه الاولى كلهم. لحد دلوقتي انت ما عملتش رخصه جديده عشان تدي حكام ثانيه. كابتن عادل انت معايا؟ انت عندك اللي عندهم امكانيه يديروا المباراه في الاون فيلد هم تقريبا 20 حكم، منهم 7 حكام دوليين والباقي حكام من الدرجه الاولى. بعد كده المفروض انك انت كنت عملت اكتر من كورس عشان تمنح الرخصه لاكتر من حكم، عشان يبقى عندك اختيارات تختار اكتر من حكم في المباراه. فالنهارده هي المشكله كمان في الاول خالص، كان يجب ان احنا نوسع الدايره بتاعه اختيار الحكام في الاون فيلد. كابتن مجدي، طيب تمام ماشي كابتن. هنروح للحالات النهارده اللي حدثت في المباراه. عندنا طاقم التحكيم من الحكم محمد سلامه ميدو من بورسعيد، حكم مساعد رقم 1 كان يوسف البساطي من منطقه دمياط، وعندنا الحكم مساعد رقم 2 احمد صلاح من منطقه القاهره، ومحمد السعداوي من منطقه الدليه كان حكم الرابع. حكام الفار كان عندنا عمرو الشناوي كان حكم رئيسي، وكان معاه صبري ابراهيم من منطقه القاهره. نشوف الحالات التحكيميه. عمرو الشناوي ده ابن الكابتن احمد الشناوي؟ بالظبط كابتن، هو عمرو الشناوي ابن الكابتن احمد الشناوي، هو برضك هو واخد رخصه الفار مش واخد رخصه الملعب. أيوة. على فكره يعني احنا الحكام كابتن علاء مقسومين، في ناس بتلعب فيلد بس وفي ناس بتلعب الفار بس. نشوف ايه الحاله الاولى عندنا، وهنا بنتكلم في فهم القانون. هنا لما بيكون فيه، هرجع تاني بقول لمحمد سلامه على طول، القانون بيقول لك لما بيكون يا كابتن علاء 2 لعيبه من فريق واحد لحظه الاصطدام. هرجع تاني بعد اذنك، معلش ستوب، انا اوتوماتيك على طول ايا كان في هجمه ولا مفيش بوقف اللعب، ده طبقا للقانون. فهنا كان يجب على الحكم ما يخليش لعبه تواصل، وبالتالي هنا يوقف لان في 2 من فريق واحد، وهنا بنتكلم في الفير بلاي، كان يجب على الحكم ان هو يوقف ويوقف اللعبه عشان خاطر علاج اللاعبين. ودي كانت اول حاله عندنا في الحالات. هنا بنشوف هنا اصطدام من الاثنين لعيبه، وفي نفس الوقت هنا حتى لو كان اللاعب اللي خد جات له الكوره هو لاعب زميلهم، كان يجب على الحكم ان هو ان يطلق صافرته وان يتم ايقاف اللعب في هذه الحاله. نروح للحاله اللي جايه. الحاله حاله من الحالات اللي هي هنتكلم فيها كتير يا كابتن عن ايمن، ونشوف هل الكوره عبرت خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه ام لا. واحده واحده بس نشوف الزاويه اللي جايه هتبين. ماشي، هنقف ستوب. هنا دي اول حاجه بنقول ان الكره لم تعبر خط المرمى بين القائمين وتحت العارضه، هو ده شرط احتساب الهدف، الكره لم تعبر خط المرمى. طيب في حاجه ثانيه، هرجع ثاني لحظه التصويب، معلش يعني هنا ماشي هنمشي ستوب. لحظه ما اللاعب هيسدد النادي الاهلي وهو بيسدد، بس كابتن علاء كابتن عادل، هنا بنقول ان اللاعب ده بيسدد، لو ارتدت من القائم وجات للاعب في موقف تسلل ايه اللي يحصل؟ تسلل طبعا، صح كابتن ايمن؟ اه. طب هنا انا شايف ان هنا خلال هذه اللقطه بنقول ان هنا هناك قدم لاعب النادي الاهلي هنا سابق يا كابتن، بس هو مش هيروح لها تصوير. هنشوف اه
ماشي. هنشوف ماشي. انا بتكلم بس ايه لو ماشي. ده تداخل يا كابتن ايمن ماشي. يعني دوت لو ردت من هنا وكمل مظبوط. يبقى هنا في التسلل لا مظبوط صح احنا بنحكي اللعبه بالتفصيل ماشي. هنمشي واحده واحده ماشي. يلا نشوف اللي هيروح مين تمام وهنا بقت اللعبه لعبه ثانيه خالص نشوف بقى اللعبه اللي جايه يلا يلا خلاص احنا قلنا نمشي نمشي خلاص هنا مفيش هنا هدف هروح هنا بنتكلم في القانون والماده 12 كابتن علي بنتكلم فيه نمره واحد الدفع عرقله ام حاضر عرقله المكاتفه القبض على الخصم بنتكلم في الضرب اكتر من عنصر في الماده 12 من ضمنهم نروح للعنصر بتاعنا اللي احنا بنحكي فيه القبض على الخصم طيب انا النهارده كابتن علاء كابتن شريف كابتن اسامه لو انا النهارده في هذه الحاله لعبت الكره ثم حصل ان انا قفزت كابتن ايمن يعني انا لعبت الكره الاول نجحت في لعب الكره وبالتالي رحت ساند يستمر اللعب والهدف هدف يمشي الهدف مظبوط انما هو في مخالفه تسبق اللعب اللي هي مخالفه القفز وبالتالي هنا شايف ان هنا الهدف كان هناك مخالفه تسبق الهدف نتيجه القفز على الخصم يعني انت حضرتك مش شايف ان في حاله منع الديفندر للاعب اللي جاي من الخلف اللي بياخد تكوف من فوق وهو بيصدر له جسمه كده عشان هو ما عندوش اي حاجه تانية لو هنرجع نعمل سماتش بسماتش براسه فحضرتك هو الفار اعتمد على ان اللاعب ارتقى وسند على اللعيب اللي هو بيمنعه اصلا من انه يوصل الكوره يعني انا هنا انا مصمم تمام. كراجل بتفرج على كوره وبحلل انا عندي حاله منع للاعب المهاجم بتاع الفريق الاخر انه يوصل للكوره فاضطر اللاعب اللي هو عشان يحط الكوره انه بيمتنع فلازم بيطلع وبيسند عشان كده هو اللي راح له مش ده اللي رايح لده ده هو اللي بيمنعه يا كابتن ناصر كلامك جميل هي دي الحته اللي انا بتناقش فيها بس مع الناس بالزبط. وعايز اخد حقي فيها بالزبط. بالنسبه للفريق الاخر مش اللي هو فريق النادي الاهلي بس انا وانا بتفرج مش هيدوني قرارات هم شايفين من زاويه واحده بس ان الراجل اللي داخل ده بتاع النادي الاهلي هو اللي بيحط الكره بدماغه لا ده راجل كمان بيمنعه ده راجل اللي اتشد حمدي فتحي بتاعي وهو داخل على 18 تمام في الكره العرضيه هنجيبها. بواليا زي بواليا وهي الكره جايه له بالعرض طيب. والراجل الديفندر نام عليه وعدت قفشه تمام. فانا اول مره اتكلم بهذا الاسلوب لان احنا لو هنتناول كل كره ضد النادي الاهلي حاجه الحكايه دي مش هتنفع بالزبط. ولما هيبقى في قرار ناس هواة قاعدين بدوني قرارات وانا امتثل زي ما قلنا خمس مرات بيجيب لي حكم هاوي خمس ست سبع كور في كل ماتش انا باخدش حقي فيها وبتخيل للبعض ان انا طالع في كوف انا اللي ساند انا ساند بس انا بيمنعني قبل ما انا اخش احط الكوره انا ما حدش قال لي الكلام ده طبعا. ولا حد قدر ينوع عندي بحترم كلامك يا كابتن شريف طبعا ووجهه نظرك جميله جدا جدا انا قلت في البدايه كابتن ايمن ايه عندما يكون هناك تنافس على اللعب انا كمهاجم كابتن ايمن انا ممكن ارتقي واطلع والعب وانزل اسند ما عنديش مشكله خالص حتى لو لاعب نزل ووقع انا مش مشكله ان انا اقول نجحت في لعب الكوره ولكن هناك فكر ان انا اطلع اسند الاول وبعدين العب بالكوره ولكن احنا مش هنقف على اللعب كتير انا شايف ان هنا القفز موجود كابتن ايمن وهنا تقريبا هنا المخالفه موجوده وكان دور الفار هنا كان دور اعتقد ان هو استاد الحكم كان دور صحيح نروح للمخالفه اللي بعد كده ونشوف حاله برضك من المحالات اللي انا شايف محمد بقول له محمد انت بتدي انذار على اي اساس يعني قلنا هنا استخدام الذراع او الكوع بقوه في الوجه انا شايف هنا كابتن حمدي فتحي طلع وارتقى تماما وهنا مفيش ابدا يا كابتن علاء اي استخدام للذراع ولا الكوع يعني هي مش لعبه اللي بتطلع اللاعب يلعب بكوعه في الوجه بتبقى بقوه عشان ادي فيها بطاقه صفراء هنا انذار غير صحيح بطاقه الاعتراض على فكره يا كابتن لا فندم لا لا ده طلعه على طول مجرد اللعب يعني انا شايف ان هنا مفيش ابدا قوه في استخدام الذراع او الكوع يا محمد يا ميدو شايف ان هنا انذار غير صحيح لحمدي فتحي لاننا لم يستخدم الذراع في ضرب او استخدام الذراع في كابتن ناصر مش الكره دي بس اللي عملها المتنافس ده اللي انا قلت لك عليه واتكلمت عليه دي حاله من الحالات اللي كان يجب ان الحكم يا كابتن كان بيحزم اللعب تمام انا بقول لك مش لازم يحسب بنفسه مش هبرر لميدو يا جماعه اداله الانذار بعد ما شوه اداله بعد ما شوه ما خدش الانذار عشان الكوره ممكن رجع الكوره واتفرجوا كابتن علاء السؤال هنا لو كان ميدو وانا بقول لك يا ميدو لو انت اديت الانذار نتيجه استخدام الذراع هنا الانذار يعتبر انذار غير صحيح اما اذا
اما اذا نشوفها إن هناك اعتراض على القرار لو رجعت حضرتك الصوره هتاخد الانذار بعد شويه ممكن يرجعها لنا لا رجع قبل الانذار يلا خلينا نرجع قبل اللقطه اللي ماشي لا مفيش حاجه خالص على فكره اوكي بص استنى بس لما اخلص كلام ده بقى يا جماعه أوكي. بص يا جماعه بص التشويه بص هو حسب المقال هو مش مدي انذار خالص بص تمام مش مدي انذار هنا لحد دلوقتي كان مدي انذار تمام كده صح يا كابتن هو هنا هو هنا الاعتراض 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 على القرار وخلينا نروح مش هنقف كتير لكن هو زي ما قلت لو كان الانذار لاستخدام الزراعه هنا مفيش استخدام الزراعه في هذه الحاله وكان الانذار هيبقى غير صحيح نمر ونروح للحاله اللي بعد كده يلا تمام حاله برضك هو الحكم طبعا يعني بينه وبين اللعبه خمسه برضه هو قال الاول ان في مخالفه هنا على اللاعب هنا شوف كابتن هنا الاول لا نقف هنا الاول يا كابتن ماشي كابتن ماشي كابتن بس ايمن هنا ناخدها من زاويه ثانيه من زاويه ثانيه عايزينها من زاويه ثانيه بس للاسف الشيء كابتن شريف احنا حاولنا نجيبها من اكتر من زاويه الزاويه اللي ورا الجول للاسف ما عندناش كابتن زاويه ليها الفكره ولكن انا اقول ايه انا شلت الكره وايديا راحت لمست الاول حتى نلاحظ ان اللاعب المدافع هنا ايديه في جنبه يا كابتن ايمن بيحاول يشيل ايده من الكره وبالتالي هنا حتى بس الحكم لعبه زي دي مش هيرجع للفار يا كابتن ما هو هنا يا كابتن عادل حسبها ممتاز لي. ممتاز حسبها ليه بسرعه ممتاز هو هنا الفار بيرجع له ان هو يحسبها على الاهلي كلامك ممتاز فوق دماغي من فوق هنا الفار يا كابتن بيرجع امتى للفار لو الفار النهارده شايف ان في قرار مخالف لقرار الحكم كان لابد ان هو يعمل كونفيرم على القرار ويرجع للفار لكن هو الفار شايف ان هنا المخالفه يعني يتفق مع القرار الحكم فيها اول ثاني هو حتى قال لمسه اليد على اللاعب الاهلي نمر ونروح للحاله اللي بعد كده مش مهل نفسه انه يرجع للفار ولا اي قرار ثاني هو مهل نفسه انه يدي على الاهلي على طول تمام ده وجهه نظر الحاله اللي بعد كده هنا بنتكلم هنا في تعطيل اللاعب وهو هنا اللاعب هنا مفترض طبقا يكون كابتن ايمن وهو خارج بتخرج من اقرب نقطه عشان خاطر استهلاك الوقت وهنا كان اللاعب طبعا ماشي براحته وبالتالي هو كان يجب انذار اللاعب دوت اعتقد هو بعد ما طلع اداله انذار حتى يمكن الشناوي جاي بيعترض على تعطيل اللعب وده مهم جدا لحكامنا بنقول يا جماعه من فضلك في الاستئناف لابد انك انت تعجل بسرعه بيه ان اللاعب يخرج خارج ميدان اللعب عندنا حاله من الحالات المهمه ايضا نشوف الحاله اللي جايه نشوف الحاله اللي جايه هنا يا ريت نرجع تاني نرجع تاني نرجع تاني من اول خالص من اول حاجه ارجع ايوه هنا هنا بقى كابتن شريف قال حاجه جميله جدا جدا وبتفق معاه ويمكن ليه عينه ثاقبه على هذه الحاله الحاله دي المهمه كابتن هنا لابد هنا لابد ان يبقى انا كحكم يبقى عيني على كل الناس دي كلها هنا والفار تمام بس يا كابتن دي مش بتاعه اللاينز اكتر هتكلم كابتن اسامه الفار من بره ما ينفعش اللعبه مقسومه نصين كابتن اسامه قال حاجه جميله المساعد رقم واحد اللي موجود هنا والحكم اتجاه لعبه فين؟ اتجاه النظر هنا كابتن ايمن الناحيه الثانيه. هنا زي ما كابتن اسامه قوي قال ايه؟ الاخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم كابتن عادل. مين اللي بيقوم بالدور ده؟ الحكم المساعد او الحكم الرابع او الفار ان كان هناك فار. هي نعمل مخالفه خارج منطقه الجزاء ولكن هنا بنتكلم في ايه؟ لو البازه اتعمل واللاعب ده ما تاخرش السنه ديت كان ايه اللي هيحصل يا كابتن علاء؟ راح جاب جول كان ممكن يطلع يعمل التكف ويرتقي هنمشي هنمشي كان يمشي يلا يلا نروح يلا يلا يا راح كان هو سبق الخطوه دي وخد التكف وكان طلع وخد الكوره وكان احرز هدف مظبوط فهنا عفوا المخالفه هنا من خارج منطقه الجزاء وانا اقول حاجه مهمه جدا جدا احيانا انت كحكم بتشوف ما هو الافضل الافضل للفريق احتساب المخالفه من على 18 احنا عندنا اكتر من لاعب مثلا بيتكلم بصفه عامه يكون عنده مهاره التسديد يا كابتن عادل ولا نخلي اللعب يستمر ايهما افضل انت كحكم بتشوف هنا المخالفه اللي تم احتسابها على خط 18 اكيد بتبقى افضل للاعب لانه عنده امكانيه ان هو يعمل باص يحطها في الجون فبقول الكلام دوت للحكام من فضلك عندما تتيح الفرصه يجب ان تشوف ما هو الافضل اتاحت الفرصه او ايقاف اللعب واحتساب المخالفه اعتقد لابد ان احنا ننظر للتحكيم بالمفهوم اللي هو تعرف التحكيم ايه هو وايه مفهوم التحكيم وازاي تذاكر وازاي تحضر حالك ليه بنشكرك شكرا جزيلا ثاني واحده بس يا كابتن ناصر انا بقول لك ايه الكره دي تعدي ايوه تعدي على اي حد والراجل بعيد او الحكم مش شايفها والله من متاخد مع الكره والفار ملوش انه يقول له لا اصل كان في فاول هنا مش عارف ايه انما اللعبه بتاعت بواليا اللي احنا ما جبناهاش اللي هي بالعرض ايوه اللي الراجل نام بيه الديفندر تمام خلاه يمنعه وهو بيحطها جوه خط السته بدماغه وبعدين راحت لقفشه بعد كده كانت عدته طبعا كانت سريعه جدا
هي دي اللي كنا احنا لازم نجيب الحاله دي. تمام. الحاله دي بينالتي 100% يعني 100% بينالتي. تمام. هو يمكن احنا بنتكلم على الحاله دي بنوع عليها بس الحاله دي كم يعني لا الحكم مساعد لابد ان هو يتدخل زي ما كابتن علاء قال وكابتن عادل سم. لان حتى لو الحكم ما شافش والفار لا يعني الفار هنا ما بيتدخلش كابتن ايمن هنا كان ممكن المساعد هنا بيشير بالمخالفه وبيدي هو يوم مش بنشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس امتعتنا كالعاده نشكرك كابتن شكرا كابتن وبنتقل الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي النهارده لمباراه الاهلي والبنك الاهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات القادمه ان شاء الله بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن شريف عبد المنعم الف شكر كابتن شريف شرفتنا بشكرك كابتن ايمن وان شاء الله ربنا بيحضر لنا حاجه احسن باذن الله باذن الله رب العالمين باذن الله هيكون في حاجه احسن باذن الله كابتن اسامه عرابي نورتنا يا كابتن اسامه الف شكر النهارده لك النهارده كان ثلاث نقط في متناول لكن كان في عدم توفيق رغم كل الاخطاء اللي احنا قلناها فان شاء الله الافضل جاي ان شاء الله التعاون باذن الله رب العالمين كابتن علاء ميهوب الف شكر كابتن نورتنا شكرا يا ايمن وبتحصل في الكره على فكره مش يومك النهارده تعادل طبعا اكيد الناس كلها مضايقه ان تعادل بالنسبه لنا احنا خساره النهارده هارد لك النهارده وقول ان شاء الله قادم احسن ان شاء الله كابتن عادل عبد الرحمن نورتنا الف شكر كابتن عادل شكرا يا كابتن واتمنى من التحكيم يعني انه يجيبوا لنا حكام على قدر النادي الاهلي وشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي